جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستعاذة آية من القرآن؟ الاستعاذة الواردة في القرآن من القرآن، وهي قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي الآية الأخرى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا من القرآن. أما قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه ليست من القرآن، وإنما هي ذكر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.